يا هلا ومرحبا. في بعض الرسائل عندي وصلتني. اول شيء ايش القواط اللي عندك يا ابو محمد؟ حط الكاميرا عند الطاوله اللي عند ابو محمد. الموعد وشو هذا؟ هذا الاثمد. السلام. ماشي خليه يشوف هذا الحجر. مخرجنا هذا الحجر، حجر الاثمد. هذا حجر الاثمد. ايه؟ سبحان الله، لا اله الا شفت الله. والله حجر، شفت ثقله، والله ثقيل، صغير ثقيل. ايه؟ والله الظاهر انها مخرجنا او كذا. يا ربي شوفنا مخرجنا حبيب قلبي، يا احلى مخرج. شوفوا هذه، لا هذه اخف. هذا الحجر يا الربع تشوفونه، هذا الحجر هو الاسمد. قرب بعد الكاميرا بعد زود. ايه شفتوا هذا الاسمد هالصغيره ذي؟ والله ما توقعتها ثقيله. ثقيله مره. هذا الاسمد الاصلي ولا لا ابو محمد؟ هذا الاصلي، هذا يطحن. اي يطحن. هذا هذا يطحن. وش بيطحن ذي الحصات القويه؟ بيصير مثل هذا. هذا الاسمد. ايوه عطني هذا. يطحن هذا الحصات، شفتوها يا الربع؟ ويصير مثل كذا. شوفوا الجنبي، ها خلنا شوفونا. ايوه شوفوا هذا وهذا. ايوه يا سلام عليك يا مخرجنا، والله انك فنان مخرج صح. هذا يوم طحنه صار زي كذا. هذا الاسمد الاصلي جايبه لي ابو محمد وحاطينه في جوائز المسابقه. طسنابي بعد يا احلى مخرج في الكون. شوفوا ما شاء الله، والله ثقيله، والله ثقيله. سمي ابو محمد اكثر سوالف عن الاسمد. هذا اثقل من هذه. اثقل بعد في، لان كل مهي بالحجاره سواء. فيها المخلوط وفيها النقي الصافي مره. وين استخرج من هذا؟ استخرج من عده دول ومن عده اماكن. لا يجي من جبال ولا من وين ولا ايش؟ من جبال، من جبال. حتى قيل لان في المدينه منطقه فيها الاثمد. وقيل لان في المغرب وفي اليمن وفي سوريا وفي عده اماكن. لكن فوائد الاثمد والحديث اللي فيه على الرمد، على حكه العين. أيه. على بعض، طبعا عندنا حتى الملح، ملح القصب يحط في العين. اللي رجعنا للملح. ما ايش بلا لازم دعايه، خلاص لما شجر الطلح جيتنا للملح. لازم دعايه للملح. الملح من ضمن المكونات اللي تقضي على الجراثيم وعلى البكتيريا. سلام يا سلام. كذلك على هل كل عين يا ابو راشد ولا انت ابو عبد الرحمن، هل كل عين يصلح لها الاثمد؟ وهل كل عين يصلح لها الملح؟ يا سلام عليك. يا سلام. ما نقول يعني لا لا، ما تصلح لكل الناس ولا تصلح لكل العيون، لكن الغالب انه مفيد. الغالب مفيد. كذلك وضعها اللي هو على 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 الرموش. ترك تعبت المخرج يقول رايح جاي يقطع ابو الكاميرات. معليش يقول ريلتي هو صح؟ ريلتي. انت كثرت من ريلتي. عشان الباب كان مفتوح وحر يا حبيب قلبي، معليش سامحوه. يلا تفضل. بالنسبه للعين ما فيها افضل من الطب اللي هو المقنن، والطب ترجع لطبيب العيون ومختصي العيون استشاري العيون. لكن ما دامي انا حاط كحل في عيني، او حاط هي المراه حاطه، طبعا يمكن عندنا احنا نقول ان المراه اكثر تكحل، لكن الرجل تراه ما يمنع انه يكتحل. ان تكون لها اساليب، احيانا يكون حكه، يكون احيانا تساقط رموش، حتى في الحواجب احيانا يكون فيها شيء من سقوط الشعر، يمكن ثعلبه، يمكن حتى في الراس. الكحل الاثمد يصلح لها. والله ودي اتكحل انا يا ابو. الحين بدي اتكحل. والله؟ اي والله. يا سلام. ان شاء الله. انا جاهز والله. ايه. يلا اول. ايه. واحد يبدا. هذا 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 الكحل الاسود. هذا الكحل الاسود. يا سلام. هذا سنابي موجود ممكنكم متابعه السناب ايضا وانستغرام. يا هلا ومرحبا بك وجزاك الله خير يا احلى مخرج في الكون. انا اكتحل احيانا يعني في السنه مره او بالكحل الاثمد. ضبطني الحين يا اخي. يلا كحلني الحين يا ابو. الحين بس نبغى ما في ميل عندك؟ الكحل عموما موجود، لو ما كان فيه كثير من الناس يكتحل كثير من ال. معك ميل جبت؟ طيب ما جبت الميل. شلون نكتحل؟ انا جايب انا كنت ناوي احط خشتي في هالقوطي. لا ما يصلح. نجيب لنا طبعا المرود. المرود هو الميل. المرود والميل والمكحل او مكحله اللي يكتحلون بها الناس جميعا. فيه من يكتحل بالقرن، شيء جزء من قرن او مشط او ياخذون يحكونه حتى يصير.
أو ميل من الزجاج أو من ميل من الخشب، وأفضلها يعني أو أنقاها اللي نضمن أنها اللي هو ميل القزاز، وأنا أنصح بميل اللي يكون من حجر الإثمد إذا كان فيه موجود. إيه هذا ما كل إنسان يقدر عليه ولا كل إنسان يقدر يحصله، لكن أنا أخذ عندي بالمكينة الجلخ أو مكينة الحجر أنعمه حتى يصير وكحل به عادي، يصير يعني ناعم ما يجرح العين ولا يجرح الرموش أو اللي هو الجفن أو الثاني، لأن الإثمد فيه مواد، فيه مواد كثيرة وفيه فوائد، وفيه أحيانا يكون عند الإنسان بكتيريا ما تشاف ترى ولا ويجي فيها حكة، لكن بإذن الله مع الملح أو الليمون ومع الإثمد إلى أنها تخف ثم ترجع بعد فترة، هذه تضعف ثم ترجع مرة ثانية، وبإذن الله أحيانا يقول يحطون المرهم عشان يبقى حامي المنطقة ما يجيها بكتيريا أو جراثيم صغيرة جدا وهي اللي تسبب الحكة، وأحيانا الكحل يقضي عليها. عندنا الليمون والملح والإثمد يمكن أن تخلط مع بعض ويكحل بها الاكتحال الخارجي، هذه أشوف لأنها هي الأفضل لمن عنده حكة. بالنسبة للرمد بإذن الله أنا كم واحد سألوني واستفسروا مني ووصفت لهم الإثمد وجو أخذوا مني، في واحد يمكن والله جاء لي يعاني من الجنوب من أحد رفيده، وجاء ووصل عندي وأخذ من عندي وأرسلته للعطارة وأخذ منهم واتصل علي قال معلم أنه أمس متصل علي يقول الوالدة مريضة ادعوا لها جميعا نسأل الله لها الشفاء والنفع طيب عنها البلاء والمرض وعن كل مسلم. يقول أن أبوي كان يشكي من عيونه، يقول في اليوم الثالث يقول لي أبشرك أني بصري الحمد لله أحسن من أمس. يا سلام يا سلام. نظر كذلك أحيانا يكون في العيون أحيانا شيء من نسميه حنا غمص أو يسميه اللي هو مردود. هذه القواطي كلها لي الحين دي بأخذها معي إن شاء الله. هذه الجوائز بعد منها هذه الأربعة، تبي تأخذ أربعة ونخلي واحدة لا خلها خمس. خلها خمس خمس فروض لا هي عشان فروض تصير فروض الظهر عصر مغرب عشاء.